قمة أفريقية بفرق مصرية، أهلي وزمالك، ده اللي كنا بنناشد بيه طول الفترة الأخيرة. مهم جدا قطبي الكرة المصرية يبقوا متربعين على عرش الكرة الأفريقية، حدث كبير جدا، استضافة دولة صديقة، دولة طبعا السعودية. نشكرك بصراحة على الاستقبال وعلى الاستضافة وعلى والأجواء الجميلة دي، بصراحة عايشيننا في الكورة بتاعت زمان. دي العلاقات في فريقين كبار زي الأهلي والزمالك، طبعا استضافة كبيرة. بتتكلم يا كابتن ابراهيم، التذاكر خلصت في 5 ساعات، دي حقيقة. فده دليل على الشعبيه الكبيره اللي عند القاعده الجماهيريه اللي عند اهلي او زمالك. اتمنى اللعيبه النهارده تبقى اريا المشهد، ازاي هنشرف الكره المصريه، ازاي هنطلع بالمباراه في احسن صوره وفي احسن شكل سواء اهلي او زمالك. بنتمنى التوفيق للفرقتين وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه على على فكرة السريع هو جدا. حدث مش لمصريين بس، هو حدث كمان حتى في المملكة العربية السعودية، اخواتنا في السعودية كمان مهتمين بالمباراة. كان معانا صديقنا العزيز الناقد الرياضي عاطف الأحمدي، كنا بنتكلم معاه، حتى في السعودية في الشارع السعودي حتى اللي بيشجع أهلي وزمالك مهتمين بالمباراة، يعني مش كمصريين بس. بص يا كابتن ابراهيم، لما اتفرج على اي استوديو في السعوديه، استوديو في الامارات، اي حته، تحس ان هم عايشين معانا في مصر، صح، دي حقيقة. عارفين التفاصيل وعارفين مين مصاب في الاهلي ومين مصاب في الزمالك، الغيابات اللي في الاهلي مين، مين اللعيبه المؤثره في الاهلي، مين اللعيبه المؤثره في الزمالك. ده حقيقي. بحس ان استوديوهات داخل مصر، صح. لكن وهي دي الكره المصريه، هي دي الكره المصريه اللي هي بتعمل قاعده شعبيه كبيره جدا، مش في مصر بس، لا في الوطن العربي وفي صح. افريقيا. عشان كده انا بشوف ان خلاص احنا وصلنا بالدوري المصري ان هو بيبقى افضل الدوريات، وده ان شاء الله يبقى خلفيه كويسه جدا للمنتخب صح. ان شاء الله مع كابتن حسام حسن والمجموعه، يرجع الدوري المصري قوي تاني، يرجع منتخب مصر اقوى. وان شاء الله النهارده قطبي الكره المصريه ان شاء الله هيشرفوا مصر، سواء الاهلي كسب الزمالك كسب، نطلع بالصوره في احسن حال ان ان شاء شاء الله. الله. وانت بتتفرج على الاجواء واحنا بنتابعها، مش نفسك تلعب؟ والله تعالى يا كابتن، في تفاصيل صغيره ايه ده؟ في الاوتيل، في حتى وانت رايح المباراه، حتى وانت ده بتنزل احنا في التمارين، حتى كاميرات وانزل ورا ودانهم 26 كاميرا كابتن ما شاء الله، داخل يعني الملعب بتجيبك، وانت حتى وانت بتربط رباط الجزمه، وانت ورياكشن وشك، هل مركز مش مركز، تفاصيل زوم عليك، بقول لك 26 كاميرا تغطيه كامله، حتى وانت خارج من الاوتيل، حتى وانت في التمرين، مين مركز مين مش مركز، مين الفرقه اللي لما نفسها، تفاصيل صغيره تثبت لك مين اللي مركز، مين اللي هيظهر بصوره كويسه. زائد ان بتمنى ان كل مدير فني يبقى موفق في ان هو يضع تشكيل يكون ليه افضل احسن ان شاء الله. شايف المباراه هتخلص ازاي؟ انت عارف مباراه اهلي والزمالك دي، انت واحد لعبت في الاهلي وعرفت المباراه دي، بعيد عن الفنيات، هي مش محتاجه فنيات خالص خالص، ليها تفاصيل كده جوه الملعب بتخلص. هي مباراه حماسيه، هي مباراه حماسيه، مباراه مين اللي هيبقى مركز، مين اللي هيبقى فاصل عن بره الملعب خالص، مين اللي مش هيتشد، مين اللي هيبقى عنده الصبر اكتر، صح. في تفاصيل كده يا كابتن ابراهيم، زي ما بقول لك اللعيبه الكبيره هي اللي بتقدرها، المديرين الفنيين الذكي اللي هيقدر يقسم المباراه بشكل كويس، سواء مستر كولر او مستر جوميز، لان اكيد كل مدير فني مدرك هو ماسك فريق عامل ازاي، نقط القوه والضعف، المدير الفني الذكي اللي يقرا الفريق الخصم، نقط الضعف امتى، معدلات الجري بتبقى كبيره امتى، مين معدلات الجري بتنزل عنده شويه، فالمدير الفني الاخر بيقدر يستغل دي ولا لا. هنا كابتن كل التفاصيل دي اللي بترجح كفتك، ممكن انت المباراه تبقى مقفول عليك، ممكن اديك الاستحواذ وانا برضو العب على كونتر اتاك، كل ده يا كابتن هيبان النهارده. ممكن اطمعك في الماتش، اسيب لك ممكن اسيب تقعد لك تنقل فيه الاستحواذ وبعد كده الاولاني، اعمل وبعد عليك كده البلوك عامل بلوك، او ان كونتر انا اتاك خلاص او ان خلصت. انا العب على غلط، يعني العب على خطأ عندك، صح، ده وارد، العب بكره ثابته، اكسب بكره دي ثابته. حقيقة. هنا كل مدير فني بيبقى عارف نقط القوه عنده عامله ازاي، ونقط الضعف عنده ازاي، والمباراه دي يا كابتن ابراهيم اللي بيغلط اقل هو اللي بيكسب، صح. يعني اللي بيغلط غلطاته اقل هو اللي مش مشدود، هو اللي هادي جدا بس بدون اريحيه، انا مش بقول لك ريح بس تبقى هادي، ميس باص، اللي عنده ميس باص كتير هو اللي هيروح للخسار، اللي بيقلل حته الميس باص والباص بيطلع صح، الباص بيطلع هادي، كنترول، تقدر تعمل استحواذ على الكوره، مين اللي بيتحكم لك في رتم اللعب، مهمه جدا في كلا الفرقتين، مين اللي هيتحكم في رتم اللعب، دي حقيقة. مين اللي هيعلي رتم اللعب، مين اللي هيقلل رتم اللعب. عشان كده المباراه دي يا كابتن اللي بيروح لها للمكسب هو اللي بيعمل واللي كل العمل بيستغل ده الفرص، بس هي فرصه بتخلصها لك. هي بص يا كابتن، هي مباراه الفرصه، الفرصه هتجيلك هتقدر تستغل، هتضيع هتستقبل، هتضيع هتستقبل ومش هتلحق تعوض، يعني هتلاقي المباراه بتجري منك، هتلاقي في تسرع، هتلاقي في باصات كتير خارج بره تركيزك،
الفريق اللي هيستغل كل الكلام دوت هو اللي هيروح للمكسب.